رجعني لكم من جديد. الباحثة التونسية السيدة المتألقة اللي حقيقة نورتنا ندى الرداوي تتحصل على جائزة مونتي كارلو لامرأة العام. مرحبا بك. عطوما صباح الخير. صباح النور. الحقيقة فرحنا برشا تتويج تونسي عالمي. خلينا نتعرف عليك قبل كل شيء سيدتي الكريمة، من ثم تحكي لنا شوية على تحصلك على جائزة مونتي كارلو لامرأة العام 2022. اسمي ندى رداوي، باحثة في جامعة ميونخ في ألمانيا. أيوة. قريت في تونس حتى كشل الباك، ومن بعد خرجت لألمانيا وين قريت قرايتي في ألمانيا وعملت دكتوراه وتخصصت في الحمض النووي، وتوا نخدم في جامعة ميونخ باحثة. تتويج مونتي كارلو الحق ما كنتش نعرف اللي فما جائزة اسمها جائزة امرأة العام مونتي كارلو. فوالا توا السادة المستمعين مدام ندالي قاعدين يقولوا على شنو قاعدين نحكي وشنية الجائزة بالضبط، كان انت تلخصها لنا وتفهمها لنا اكثر. هي جائزة يتوجوا فيها كل عام نساء من العالم ومن مونتي كارلو اللي يتألقوا. فما جائزة خاصة هي اسمها جائزة امرأة العام انترناشيونال، والسنة هذه هما كل سنة يخصصوها لمجال معين، والسنة اللي تعدت اللي فاتت كانوا خصصوها لمجال البحث العلمي وللباحثات. امرأة العام في مجال البحث العلمي. البحث العلمي، خلينا ناخذ التشخيص، انت في شنو بالضبط، انت الدكتوراه في شنو بالضبط اللي تخصصت فيها؟ هي الدكتوراه انا متخصصه في الحمض النووي، دونك يعني اي حاجه مختصه بالحمض النووي. كما نعرفوا توا جائحه كورونا العبد الكل تعرف الحمض النووي شنو نجم نعملوا به. فأنا تخصصت بتشخيص الأمراض النادرة، والدكتوراه متاعي كانت في اختراع طريقة جديدة تخفف على الناس المرضى السرطان، خاصة سرطان الدم، يكونوا بعد 5 سنين يبقوا يستنوا بعد العلاج باش يعرفوا اسكو بالحق ما شفاء ولا لا. يعني الطريقة هذه مدام ندى خلينا نقول هي تمكن من ربح الوقت، هكا بالضبط. أيوة. تمكن من ربح الوقت، ومعطى الواحد يعرف بطريقة سريعة اسكو العلاج كان فعال ولا لا. طريقة الحقيقة تقنية ابتكرتها أنت تمكن من التثبت من بقاء الخلايا السرطانية في دم المريض وإلا لا، هذا بعد خضوعه للعلاج واللي كان من الصعب التفطن إليها. أحكي لنا على ما بعد الجائزة، كيفاش تلقيت الدعوة، كيفاش تفاعلوا زاد معاك التوانسة خلينا نقوله. الدعوة لقيتها بالإيميل. أي. بالطبع كنت نوميني، معناتها كنت نعرف باش ناخذ الجائزة ولا لا. وبعد الجوبية اختاروني باش نكون ناخذ الجائزة العالمية. ايوه. بعد الحق كان فما تفاعل كبير من تونس، نحس تونس هكا محتاجة انها تفرح ومحتاجين انهم مستحقين الفرحة الحقيقة من خلالكم انتم النساء الناجحات. انا حتى توا قاعده نشاهد في الصور، تنجموا تدخلوا الباج فيسبوك راديو كابا فيم، تنجموا تشوفوا لحظه التتويج. انت اخترت لبسه تونسيه خلينا نقولوا باش تاخذ بها الجائزه. بالطبيعة لازم تكون لبسه تونسيه، ولازم تكون هي صناعه امراه، ثم امراه تونسيه عملت اللبسه هذيك. دونك ورا لبسه كفى من نساء تونس. اي صحيح، محلاها التتويج التونسي النسائي التونسي خلينا نقوله. شكرا ليك على الفرحة، شكرا ليك على هذا التتويج. الحقيقة ماهوش تتويجك انت بركة، ولكن تتويج التوانسة الكل. مشكورة جدا الباحثة التونسية ندى الرداوي، شكرا ليك. شكرا. مشكورة جدا، هذه باحثة تونسية، هذا تتويج تونسي عالمي. الحقيقة ما ينجم كان يفرحنا كل ما نحكي على قصة نجاح تبعث فينا الأمل. هذه جائزة مونتي كارلو لامرأة العام 2022 تحصلت عليها الدكتورة والباحثة التونسية ندى الرداوي، هذا في تطوير بعد نجاحها في تطوير طريقة جديدة لاكتشاف سرطان الدم في مرحلة مبكرة، هذا ضمن مشروع اشتغلت عليه ضمن الجامعة اللي هي فيها. مسيرتها حكت لنا عليها، حكت لنا على موضوع بحث
سمحت الدكتورة اللي يخص كيفية تشخيص مرض السرطان، خاصة حكيت لنا على فترة العلاج، ابتكر الطريقة تمكن من ربح الوقت الخاص بالعلاج، وفي نفس الوقت كذلك أصبح بالإمكان الجزم بشفاء المريض من عدمه دون الحاجة من رجعوش الوقت طويل وطويل برشا من العلاج والفحوصات التقنية هذه اللي ابتكرتها ندى، تمكن من التثبت من بقاء الخلايا السرطانية في دم المريض وإلى لا هذا بعد خضوعه لمرحلة العلاج، وكان من الصعب التفطن إليها. هذه حرة من حراير تونس. حراير تونس اليوم باش نحكي برشا الحقيقة.